آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. السلام على ساكن المدينة، السلام على عم رسول الله، السلام على الحمزة بن عبد المطلب. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حزني لمصرع حمزة وعنائي لا ينقضي بتزفري وبكائي، حتى إلى يوم الترحل لم أزل في مأتمي وكآبتي وعزائي. سأواصل الأيام في وجدي له حتى يمزق بالشجاع أحشائي. هيهات أن أنسى مصيبة حمزة. يا عم النبي وسيد الشهداء، عدت ما له فيها من الأشباه والنظراء. لله قلب المصطفى مذ شاهدت، عيناه ما صنعت بنون لقطائي. منه تدفقت الدموع لعمه ذاك العظيم وعمدة العظماء. وأتت صفية تلتقي بشقيقها، ألفته فوق حرارة الرمضاء. وسلمت وتصاعدت زهراتها بتنفسه صعدا. لكن زينب أعولت لما رأت جسم الحسين موزع الأشلاء، وغدت تناديه عقيلة هاشم: يا ليت دونك قطعت أعضائي. نوح على الحمزة يبدى معكم يا موالي، وعز الرسول المصطفى خير النبي. نوح على الحمزة قضب حال فجيعة، وعز الرسول المصطفى وعز الشفيعة. آه قتل وتكدرت لأجل الشريعة، واصبح ينوح
الفعقته ومصابه الدين. أجركم الله، عظم الله أجورنا وأجوركم لما نكس أمير المؤمنين الألوية 9 من بني الدار. قتلهم أمير المؤمنين حتى سقط لواء المشركين. ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، وكانوا 50 رجلا، نزل منهم 40. بدأوا يجمعون الغنائم، وبقي 10 يقولون لهم لا تخالفوا أمر رسول الله. فدارت المعركة على المسلمين، انقلب الجناحين على القلب. صار المشركون على جبل الرماة، استقبلوا رسول الله بالسهام. أتته السهام كرش المطر. أجركم الله، عظم الله أجورنا وأجوركم. فدار المشركون على رسول الله، وفر كثير من المسلمين. ما ثبت إلا 10 منهم نسيب المازنية، هؤلاء حول رسول الله. ورسول الله ينادي يا علي أتوني من هاهنا، فيحمل عليهم كالليث الغضبان. ما يهدأ إلا لحظات، يا علي عليك بهؤلاء من هاهنا. ودار المشركون على رسول الله، أتى ابن العاص حاملا حجرا رمى به جبهة النبي، فشجت جبهة رسول الله. رماه بحجر آخر، وقع على حلق المغفر من وجه رسول الله، فنبتت حلقتا المغفر على وجنتي النبي. وأتى ابن قميئة وعلى رسول الله بالسيف، ضربه على درعه فغشي على رسول الله، فجعل ينادي قتلت محمدا. وابن العاص يقول قتلت محمدا. دخل إبليس إلى المدينة، قال قتل محمد. خرجنا النساء أوله في المدينة. نعم، صار قتال النساء أوله في أحد وآخره في المدينة. هذا والحمزة يقاتل وهو معلم، صدره بريش نعام، وكان يسمى حمزة الهجوم. إذا هجم على القوم يرى من قدامه، وكان وحشي مدرب على رمي الرماح. وقد وعدته هند بالأموال وأن تمكنه من نفسها إذا قتل أحد الثلاثة، رسول الله أو عليا أو الحمزة. قال أما رسول الله محاط بأصحابه، وأما علي يرى من خلفه كما يرى من أمامه، لعلي أحصل على الحمزة، لأنه إذا هجم فإنه لا يستقبل إلا الذي أمامه. فبينما الحمزة يقاتل، إذ عثر الجوار بعفر المشركين التي غطوها بالدغل والحشائش، فهوى من على ظهر جواده، فحرك اللعين رمحه في الهواء، أصاب خاصرة الحمزة. خرج الرمح من بين أقدامه، جعل يخور بدمائه حتى فاضت روحه الشريفة. رحم الله من نادى وحمزة. أقبل وحشي إلى هند يبشرها، قالت نعم خذني معك إلى حيث مصرعة. أجركم الله. فأخذت خنجرا من محزمها، فسملت عين الحمزة، وقطعت أنفه من أصله، وقطعت شفتيه، ومزقت أذنيه، قطعت أصابع يديه، وأنامل قدميه، بقرت بطنه، استخرجت كبده فلاقتها، وصيرها الله حجرا في فمها. قال رسول الله ما كان الله ليدخل شيئا من الحمزة إلى النار، يعني هذه انت كلها إلى النار. فلما وضعت الحرب أوزارها، قال رسول الله من ينظر لي خبر الحمزة. ذهب الحارث، وقف على جنازته. ماذا أخبر رسول الله ممثل ببدنه؟ العين مفقوعة،
الأنف مجدوع، الشفتين مقطوعة، الأذنين كذلك، أصابعه، بطنه، أقدامه. كلما بعث النبي أحدا ما أتي لهيله بالخبر. هنا نادى: يا علي انظر لي خبر عمك الحمزة. وقف علي على جنازة الحمزة، جعل ينشج نشيجا عاليا ويصرخ: وا حمزة وا عما. من صوت أمير المؤمنين أقبل رسول الله، نظر إلى عمه بتلك الحالة، جعل يصرخ وينادي: أبكي واسد بهذه الليلة، حمزة يا فاعل الخيرات، حمزة يا كاشف الكربات، حمزة يا عم رسول الله. وشاف النساء أولهم فاطمة الزهراء وصفية خليصة الحمزة، قال: يا علي دونك فاطمة، فإنها إن رأتني هدأت عندها كل مصيبة، وأنت يا زبير لا تصل أمك وترى أخاها بهذه الحال. وكان علي قد بنى على فاطمة، فقال: يا فاطمة ما شأنك؟ قالت: قتل أبي. قال: ذاك أبوك سالم. فهدأت في مكانها، وأتى الزبير إلى أمه فقالت: أريد أن أرى أخي. ضربت الزبير على صدره ونحته من الطريق، فقال لها: أمر رسول الله. فثبتت في مكانها وهي تقول: أريد أن أرى أخي. قالوا لرسول الله: إن صفية مصرة. فذهب شاء إليها النبي بعد أن ألقى رداءه على عمه، وكان طويلا، إذا غطى وجهه بانت أنامله المقطوعة، إذا غطى رجله بان وجهه النعم المبضع المخسف به. فغطوا أقدامه بشيء من الحشائش اليابسة، ومشى رسول الله إلى صفية ومسح على قلبها وأخذ بيديها. لما أقبلت شافت أخوها مغطى، ما قبل النبي أن ترى أخيها، تمددت طولا بطول. كلما نادت: وا أخا، نادى النبي: وا عما. كلما أراد المسلمون أخذ رسول الله سقط على جنازة عمه. هكذا مرتين ثلاث. قالت صفية: يا رسول الله، لا بد أن أرى إلى أخي. قالها: ما تتمكنين؟ قالت: لا بد لي من ذلك. فدعا لها بأن يربط الله على قلبها. فلما رأت إلى أخيها بتلك الحالة، عاينت الحمزة، عاين الحمزة، وانفجع خير البرية، وانفجع قلب المرتضى حيدر وصية، وانفجعت الزهراء وقلب اختي صفية، وسمعت بجتنا وحيد عبرتها همولة. صاح النبي وتجري على خده الموعة: انهض يا حيدر، هذه خاطرها المروعة. ليه نهض والمصطفى أنحاض نوعة؟ يبكي ونادى: نوح يا زهر الزجية. خايف رسول الله صفية تشوف أخوها مقطع الأعضاء والجبد من نطلعه. يا ليت عاين اللي الأعتروه براس الرمح، راس الأخو وعداه حوله. صلى النبي على عم النبي سيد الكونين وعلى البقية، وكلهم بلغوا السبعين. وحسين من صلى على جثمان لحسين، للضيوف صلت والجفن سافي يرموله. كبر على عم النبي سبعين مرة، الغبراء مثل مهجة الزهراء، مقطع الأعضاء والعواد تدوس صدرا. ليه على ذاك الصدر صالة وجون؟
عدت أن يا إنسان عين مورق وهان عليه يوم حمزة عمه بيوم حسين وهو أعظم ما لقي ونال شجا من زينب لم ينله من صفية إذ جادت بدمع مرقرق فكم بين من للخدر عادت مصونة ومن سيروها في السمايا بجلق إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ببكاء ودموع رسول الله على عمه الحمزة بتفجع قلب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وصفية على الحمزة بقبره المهدوم إلهنا من كان في جمعنا هذا طالب أو طالبة حاجة اللهم حوائجهم أد ديونهم اشف مرضاهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اجعلنا من المشمولين بشفاعة الحمزة عم رسول الله وعم أمير المؤمنين وإلى أرواح من مات في سبيل زيارة أهل البيت وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على